أولا نخلص الجزء المهم والأولوية بالنسبة لنا، الجزء الخاص بالموقف السوداني. هل وقول لي إذا كنت أنا غلطان ولا لأ، هل دلوقتي لما يبقى في قاعدة على ترابيزة المفاوضات مرة تانية إحنا بنتكلم في موقف شبه مشترك ما بين مصر والسودان بما أنهم انضموا لنا في مجلس الأمن، يعني دلوقتي في موقف تفاوضي مشترك في مواجهة الموقف الأثيوبي ولا لأ؟ يعني إلى حد ما مش على إطلاقه، ولكن موقف المفاوض المصري حاليا أقوى بكثير مما كان عليه من قبل، لأنه كان بيشعر في الفترة اللي فاتت أنه الشقيق المباشر له ليس داعما لوجهة نظره، ويدعوه إلى قبول ما هو قائم، ويحاول أن يقرب وجهات النظر مع الطرف الإثيوبي. ده كان أيام حكم البشير. الآن هذا التحول الذي جرى في الموقف السوداني وهو تحول موضوعي ويصب في خانة المصلحة السودانية بالدرجة الأولى. يعني حكام السودان مش ناس سذج، لا ده ناس. أنت مش هتقدر تجبر طرف على إنه يتبنى موقفك، هم عرفوا الموقف وانضموا له وفقا لمصالحهم. بالضبط، هو بيتبنى الموقف لأنه يرى أنه يخدم مصالحه مستمع يخدم مصالحك. خصوصا بقى أن التعنت الإثيوبي استفز أطراف كثيرة حتى خارج مصر والسودان. يعني سيبك من السيد جاكسون والرسالة بتاعته السخيفة اللي في الكونجرس، وأظن أنت شفتها طبعا. يعني كانت مستفزة جدا وعنصرية جدا، وبتكلم على ضرورة إثيوبيا على اعتبار أنها من إفريقيا السوداء أمام مصر. يعني مين قال أن مصر عمرها شعرت بهذه العنصرية؟ لا مصر ولا السودان ولا الإثيوبيين ولا حد حس هذا الإحساس أبدا. ده إرث استعماري هم اللي جابوه وخلصنا منه معاهم. وبالتالي يعني أنا فوجئت بأن الرجل قال هذا الكلام، رغم أنه طول عمره كان داعما قوميا للمواقف المصرية، كان طول عمره معانا في قضايا العربية وقضية فلسطينية إلى آخره. ولذلك it was shocking فعلا، يعني صدمة الرسالة التي أرسلها، ولابد أن ترد عليها الخارجية المصرية لأنها تضم مغالطات كثيرة جدا.